اليوم نستجيب للدعوة الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة من أجل تقديم كل الأفكار المرتبطة بتعديل المدونة بارتباط أيضا بالمرجعية التي تعتبرها الاتحاد العام للشغال المغرب مرجعية مقاصدية وأيضا تتضمن في كل التقريرات المذهبية، وأخص بالذكر الارتباط بثوابت الجامعة للأمة المغربية دون ما الإخلال بكل المواثيق الدولية التي صدقت عليها المملكة المغربية والتي تنص على تمكين المرأة وأيضا الأسرة بالأهمية التي يجب أن تطلع عليها، لا سيما باعتبار أن المغرب يتوق إلى الاصطفاف الدولي المتقدمة وكذلك ارتباطه بخصوصيته وهويته المتضمنة في كل المرجعيات ولا سيما الدستور المغربي الذي صوتنا عليه جميعا في 2011. احنا بالنسبة لنا لدينا يعني خطوط واضحة مرتبطة بالجانب المقاصدي، أي المرجعية التي تحدد أصلا في الدستور المغربي وهي المرجعية الجامعة للأمة المغربية والمرتبطة بالدين الإسلامي السمح وأيضا الفقه أو المذهب المالكي وأيضا ما ارتبط بتصديق على المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب في العهود الدولية والمتعلقة أيضا بالقرارات التي لأمها المغرب مع التشريع الوطني، يعني التشريع الدولي مع التشريع الوطني، كل ذلك يجب أن يكون مرتبطا بإجراءات مواكبة للتنزيل اعتبار أن التطبيق القضائي والقانوني يعتبر معضلة ونعتبره غير كافيا إلا إذا ارتبط مع مؤشرات أساسية منها تنظيم القضائي وخاصة بالذكر يعني محاكم الأصال وأيضا مرتبطة بحماية الأمومة وحماية المرأة وتعزيزها مكانتها من خلال التمكين الاقتصادي والاجتماعي التي تستحقها المرأة، لأن باعتبار أن المرأة أساس وعمود فقري للأسرة واعتبار أن الأسرة هي الخلية الأساسية داخل المجتمع المغربي.